ومن جمهورية مصر العربية أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن جميع أجهزة الدولة ستبذل أقصى ما في وسعها لملاحقة مرتكب الأفعال الآثمة وتقديم كل من شارك فيها للعدالة في أسرع وقت. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي للبابا توادرس الثاني في مقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية لتقديم العزاء في ضحايا الحادثتين اللذين تعرضت لهما كنيستان بمدينتي طنطا والإسكندرية. وأكد السيسي عزم الدولة على الاستمرار في التصدي للإرهاب والقضاء عليه، معربا عن ثقته في وعي الشعب المصري بجميع طوائفه وإدراكه لحقيقة ودوافع من يدعمون الإرهاب لبث الفرقة بين أبناء الوطن.